صاحب ال 200,000 متابع حاب يمسي عليكم، يقول لكم اليوم بيعطيكم درس بسيط عبارة عن كلمات توصف الجمال. كل الكلمات، أول كلمة وأقوى كلمة هي gorgeous. gorgeous هذا يعني فائق الجمال، ما في جمال بعده، انتهى، نقطة آخر سطر. الكلمة اللي بعدها beautiful. beautiful هذه ما أعتقد ما يحتاج أشرحها لأن معروف عند الجميع. adorable. adorable يعني بديع، تعتبر من الكلمات القوية التي توصف الجمال. adorable. كوتشي 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 كيوت 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 أعتقد ما حد يعرف، أعتقد كلكم عارفين معناها، يعني شيء لطيف أو جميل. impressive يعني مثير للإعجاب، يعني مو شيء حلو، لا يثيرك، إنك يثير الإعجاب يعني يخليك تعجب، يعني ما أدري كيف أشرحها. عندك كلمتين excellent و great ما أحتاج أشرحها، ما أحتاج أبدا. brilliant. brilliant يعني شيء جميل، متألق، لامع، جميل جدا. fantastic. fantastic يعني مذهل، هذه من الكلمات المتداولة جدا والمعروفة وجابوا عنها فيلم Fantastic Four. terrific. terrific يعني شيء هائل، جنوني، تعتبر من أقوى الكلمات هذه بجانب adorable. fabulous. fabulous يعني شيء غير قابل للتصديق من روعته، يعني كلمة قوية جدا استخدمها دائما. magnificent. magnificent يعني شيء رائع، مهيب، فخم. طيب incredible. incredible يعني شيء لا يصدق، من روعته يعني. فما هذه الكلمة من الأشياء المستخدمة بكثرة. remarkable. remarkable يعني شيء ملفت للنظر، بالمناسبة هذه كلمة حلوة استخدموها دائما في المجاملات أو عادي غير مجاملات. exceptional. exceptional يعني شيء استثنائي، وهذه الكلمة تعلمتها من فيلم جانجو أنشين لما ليوناردو دي كابريو قال سؤال حلو عماد، ايش الفائدة اني اتعلم هذه الكلمات كلها وفي الاخير تعطي نفس، مش نفس المعنى، يعني معنى قريب، تختلف القوة فقط. ايش بالانجليزي ما ينفع تقول beautiful beautiful amazing beautiful amazing amazing beautiful beautiful what the hell، لازم تنوع يعني. حتى في الكتابة الأكاديمية ما ينفع مثلا في الجملة الأولى beautiful، في الجملة الثانية ما ينفع تكتب beautiful، أكتب أي شيء، adorable، أي شيء غير، يعني خطأ إنك تعتمد على كلمة واحدة وخلاص هي المعنى الصح وما عاد فيه غيره. في شيء اسمه synonyms اللي هي المرادفات، تعلمها، لازم لازم تتعلمها، لازم. يعني مثلا تعلمت I'm sorry يعني أنا آسف، خلاص تمشي عليها، ما عاد في 30 جملة تصف التأسف أو هذا، لا تعتمد على شيء واحد. وعشان تزيد حصيلتك من الكلمات لازم أي كلمة تتعلمها شوف مرادفاتها، على الأقل مرادفين أو ثلاثة، يعني تزيد حصيلتك من الكلمات في نفس. وإذا فيك حيل نفس الكلمة شوف الأنتونيمز حقها، الأنتونيمز هو المضادات، فأنت راح تزيد حصيلتك من الكلمات في نفس المعنى.